كاميون يا خوتي يعفس امرأة كبيرة في العقد السابع، 70 سنة، صدق أو لا تصدق. كاميون يعفس سيدة في رمضان، يعني ما شافهاش، يعني ما شفتوش، راهو كاميون خوتي. سوقوا بعقلكم يا خوتي، والناس الكبار كيف كيف. عجب كيفاه كاميون يعفسها حتى تدخل تحت ما هي السرعة تاع هذا الكاميون اللي كان ماشي بها؟ ما نظنش انها في لوتوروت، والله اعلم. الله يرحمها يا خالتي. زدت الصوره ربما يعني الله اعلم. وي انا لي في سيس تاع الطفل، طفله طفل يا خويا. المخرج تاعنا صوره طفل ما نعرف عندك. فوالا بارك الله فيك. وفاة الطفل لقمان 7 سنوات اثر حادث دهس بسياره بعد خروجه من المسجد بمدينه خنجله. صدق أو لا تصدق يا أخي، صدق أو لا تصدق، في عمره 7 سنوات عفسته طوموبيل ماشي في اللوتوروت خارج من المسجد. سما كيفاه يا أخي، أنت معدي على مسجد والناس خارجة من المسجد، كيف تحفز طفل؟ شيء عجيب يا خوتي، والله غير حرت. الله يرحمه، والله يصبر والديه. رمضان رمضان 10 أواخر، مديه باباه يصلي، ربي يرحمه إن شاء الله. وصبر أمه، درك أمه مسكينة ما نعرف دون كال إيطالي، يعني شو ملايكة الله يبارك، رايح للمسجد يصلي مسكين، تجي سيارة يعني تحفزوه بعد المسجد. سبحان الله يا أخي، ما فهمتش. أكيد أنه المسجد ناس غاشي خارجين يعني، ولا حرت والله. قلت تقرا في بعض الاخبار تحير. هي يا خالتي، صدق او لا تصدق، باباها مركبها في موتو مع لابسه، تلفت ودخلت في اللاشين على موتو، حبسوا الناس باش يمنعوا بيبي صغير. شوفوا بيبي ملايكه مسكين، حصل بين الروضه وبين لاشين على موتو. صدق او لا تصدق، مسكينة. فتقول يا أخي كيفاه بنتك صغيرة مركبها في موتو يا شيخ، قاعدها من اللورة يعني، ولا هاي أمها كيف كيف قلبها محروق. فسمع تشوف هاد لي فوتو ولا هاد الأخبار، قلت لك تتساءل هادي في الجزائر بالعقل يا خوتي. استغفروا وشاهدوا وصوموا بالعقل على اولادكم وعلى نفوسكم وعلى املاك تاعكم، سواء كان صطاد سواء كان كذا، سواء الى حتى الارواح تاع الناس. امر يعني انسان عادي عاد يعجز انه يوصف وش قاعد يصير، يعجز انه يوصف وش قاعد يصير. ربي يجيب الخير إن شاء الله، وربي يفتح لنا.